في موضوع آخر، تم تحديد الشروط الخاصة بوضع وسم حلال على المنتوجات الغذائية والتي تحدد ميزتها، وكذا شروط منحها من طرف الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس طبقا لتشريع والتنظيم المعمول بها. وقد صدر هذا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في إطار تنظيم إجراء وضع حلال أو وسم حلال على المنتوجات الغذائية، وهذا بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والشؤون الدينية وكذا وزارة الفلاحة والصحة. مشاهدينا، الحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر السيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي. بداية أستاذ مصطفى زبدي، وبعد ما صدر في الجريدة الرسمية فيما يتعلق باعتماد شروط جديدة لوسم المواد الغذائية التي تحمل وسم حلال من خلال إشراك العديد من القطاعات الوزارية، هل يمكن أن نعتبر هذه الخطوة هي دليل على تعزيز الرقابة على المواد الغذائية الحلال، وهذا استجابة لمتطلبات المستهلك المسلم؟ بطبيعة الحال، نحن لا يخفى علينا أنه كان هنالك قرار وزاري مشترك في 2018 والذي تحدث عن تحديد وشروط كيفية وضع الوسم الحلال، ونحن كنا ننتظر بفارغ الصبر هذا القرار الوزاري المشترك الذي سوف يحدد آليات وضع هذا الوسم، لأنه لابد أن نعترف بوجود فوضى، وللأسف الشديد في السوق هذه الفوضى، أنه كل منتوج أو كل منتج يضع الوسم الحلال يعني بدون مقاييس علمية وبدون مخابر معتمدة أو بدون يعني حتى مراقبة لأجل ترويج المنتوج يكتب حلال. الآن هذا القرار المشترك جاء لينزع ويرفع هذه الفوضى من خلال إلزام كل متعامل أنه يدي هذا الوسم أو الرخصة من عند المعهد الوطني للتقييس، كما تم وضع هيئة وطنية، هذه الهيئة التي سوف تقوم باعتماد المخابر الأجنبية التي سوف نتعامل معها، والتي سوف نقبل المنتوجات التي تضع هي الوسم تاعها، وكذلك أيضا مقاييس وضع الوسم للمنتوجات المحلية. إلا أنه وللأسف الشديد يعني يمكن القول أننا تفاجأنا بنقطة مهمة، وهذه النقطة تمثلت في عدم إشراكنا في هذه الهيئة الوطنية. كنا أول من نادى بإقامة لجنة وطنية للإشهاد الحلال، ويمكن الرجوع إلى الأرشيف منذ 3 أو 4 سنوات، والآن لما تم إقامة هذه اللجنة نحن نقصى منها. طيب، في رأيك أستاذ مصطفى زبدي، إلى ماذا تعود أسباب إقصائكم من هذه اللجنة؟ لابد أن نطرح السؤال على وزارة التجارة، لأنها هي وراء هذا المرسوم. وزارة التجارة لابد أن تجيبنا لماذا تم إقصاء يعني المجتمع المدني، وكل من تم وضعهم في هذه اللجنة هم من الوزارات، شيء جميل، ومن المؤسسات المعتمدة، شيء أيضا جميل، ولكن أين نحن من تطبيق مادة الدستور الجديدة والتي تتحدث عن الديمقراطية التشاركية؟ أين نحن من كل هذا؟ يا أخي، المجتمع الجزائري راه مهيكل في تنظيمات وفي جمعيات، ونزيد لك أكثر من هاي. أعظم معظم الخبراء، معظم إن لم أقل كل الخبراء في مادة الحلال وفي الإجهاد الحلال ما همش في الهيئات الوطنية، هم أساتذة جامعيين، هم أصحاب مخابر خاصة. ألم يكن بوسع من وضع هذا المرسوم يعني القرار الوزاري المشترك أن يتم إدماجنا حتى نحن نتمكن من وضع هؤلاء في هذه اللجنة؟ يعني شيء نتأسف له صراحة. طيب، على أي أساس أستاذ مصطفى زبدي، يعني عدنا على المقاطعة، على أي أساس يتم التصنيف إذا لم تكن هناك لجنة خبراء بإمكانها أن تفصل في المنتوجات إذا كانت حلال أو غير حلال؟ نقول الآن للآليات، هنالك الآليات التي تم وضعها في هذا القرار، يعني الآليات أنه لا يمكن من غير المعهد الوطني للتقييس أن يعطي هذا الاعتماد، وهنالك هيئة سوف تقوم بالرقابة. الآن لازم نعرف أنه لابد من وضع مخابر جزائرية، لابد من وضع قائمة مخابر أجنبية معتمدة، لأن المرسوم سوف يبدأ العمل به بعد 6 أشهر، وإن لم نكن جاهزين، وإن لم نكن
جاهزين بمؤسسات وبمخابر معتمدة ذات نوعية وكفاءة، فيمكن القول أننا لم نتقدم ولم نفعل شيئا. شكرا لك سيد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، على كل هذه التوضيحات التي قدمتها بخصوص شروط وضع وسم حلال بالنسبة للمنتوجات الغذائية.